مش عشان انا على طول بمر بكذا وكذا فانا خلاص حياتي وحشه. لا، انت ممكن يحصل لك كل الحاجات الوحشه دي وفي نفس الوقت you can be a queen, you can be a star, you can brush it all off. فرق رعد It's an album انا بشتغل عليه بقالي سنتين. كنت يعني بمر بحاجات كتير ساعتها وكنت يعني الفترة هو healing. الألبوم معظمه بيتكلم عن لما بتتعلق بحد. برق رعد انا سمعت على اغنية اسمها ما تحاوليش، فيها انا بتكلم عن حد كده اللي هو اتعلقت بيه وما كانش ينفع نبقى مع بعض في وقتها، فبقول في الاغنية نجادل بعض، نولع في بعض، نخبط في بعض زي برق رعد. اول اغنية طلع من الألبوم كانت انترو، بس كانت بتتكلم عن يعني الناس اللي بتبقى حواليك مش بتقدرك. هو الألبوم عبارة عن تايم لاين لحياتي وايه اللي حصل في السنتين اللي فاتوا دول. I'm really inspired by Pink Panthers، فهي اغانيها كلها اللي هو فرايحي كده بس الكلام حزين. I tried genres كتير قوي، بس انا اكتر حاجه جت معايا اللي هو liquid drum and bass. طول عمري بدرب نفسي ان انا يبقى عندي اللون بتاعي. مش عارفه بيعمل كده ليه. بلوكو ده بقى از ماي بيست فريند. طريقه سهله اللي هو مش محتاجه اي استوديو ولا اي حاجه، بس بنزل له فري اب على موبايلي، قاعد اشغل فان بيتات، احط سماعات في ودني وكم اب بحاجات واقعد اكتب بقى. وفي حتى يمكن ايفن اوبن ا نوت وانت بتكتب في الاب واقعد اكتب، فاللي هو it was perfect. بس انا personally انا بحب الورقه والقلم يعني. My favorite track is ما تحاوليش. انا كنت عايزه اجو فور اللي هو early 2000s kind of vibe، بس اللي هو I wanted to be like sweetheart، فاهم؟ اللي هو the color pink اللي هو ده كان لون احساسي فترتها، فاهم؟ انا حاسه ان انا I'm pink. I am sweet. I am embracing it. فاهم اللي هو and this is how I feel. فانا كنت عايزه احسس بين الناس اللي هو لا انا مش بس تافي اللي هو ده جانجستا جيرل بتاعت تراب ده ده، لا I also بمر بحاجات. انا هنا هنا بقالي كتير. اللي جاي بقى هتبقى فتره يعني الاغاني بتاعتي is like club music، فاهم اللي هو ازاي احس بنفسي بقى like just like baddie girl music you know، عشان اوكي خلاص عيطنا برضو اوكي يلا بقى فاهم نرقص نعمل ونهيص ونحس بنفسنا بقى، عشان فاهم لازم الناس تعرف ان احنا we can go through this بس يلا ها اللي بعده. ف hopefully الناس you know تسمع وتعجبها.